شكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على هذه القرارات الملكية. الصراحة أضافت شيء جديد، وهذا إذا دل يدل على حرص القيادة على رفاهية المواطن السعودي. إن شاء الله أن نتطلع إلى شيء أكثر من هذا، وصراحة هي جت في الوقت المناسب، يعني في الوقت المناسب اللي صارت فيه إضافات جديدة. والله كلها خير وبركة، الملك سلمان ما قصر صراحة، جات بوقتها. والله الله يطول إن شاء الله بعمره، وإحنا هلا وعزوتها ونستاهل إن شاء الله مديد يا ربي ويطول لي بعمره إن شاء الله. الحمد لله القرارات الجديدة كانت قرارات يعني الحمد لله يعني تساعد المواطن، قرارات هامة، والحكومة الحمد لله يعني تلتفت للشعب التفاتة عظيمة. أما أنك نشكر خادم الحرمين الشريفين على حرص على المواطن وعلى رفاهية المواطن وولي العهد محمد بن سلمان وعلى الله وحفظه على هذه المبادرات الطيبة للشعب الكريم. ما قصر معنا، ما قصر مع الشعب السعودي، خاصة الحد الجنوبي والعسكريين، هذا أهم شيء عندنا احنا يا الشعب السعودي. كانت مفاجأة حلوة لجميع الناس، وحقيقي أسعدت جميع الناس وحسستهم يعني قديش القيادة متفاعلة مع شعور الشعب، وقديش هم قادرين انهم يتحسسوا نبض الشارع ونبض الشعب. والله نشكر خادم الحرمين الشريفين على الدعم المتواصل للقيادة وللشعب وكل حاجة يا غالي، ما نقدر إيش نوفي لهم صراحة، يعني شيء يشرف صراحة ويفرح الخاطر، والله يديمها إن شاء الله فرحة علينا في الأول وفي الآخر إن شاء الله. أشكر خادم الحرمين الشريفين على الأوامر الملكية الجديدة، وبصراحة يعني ارتاح الشعب كثير من القرارات هذه الجميلة، وإن شاء الله الأفضل بإذن الله. حياكم الله من جديد في أهلا. كان هذا استطلاع لأراء الشارع السعودي حول الأوامر الملكية، وأشكر الزميلين عزام الخديدي وحسين الحميدان على إجراء هذا الاستطلاع. الحديث ما زال مستمرا عن الأوامر الملكية، يسعدني أن ينضم إلي هنا في الاستوديو المستشار الإعلامي الأستاذ أحمد الركبان. أستاذ أحمد حياك الله معنا في أهلا. أهلا، مساء الخير، حياك. خليني قبل كل شيء أخذ رأيك عن وانطباعك عن الأوامر الملكية اللي صدرت. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لمشاهدي قناة روتانا ولك شخصيا ولمعدي هذا البرنامج للنشيطين. الحقيقة طبعا ليس بغريب أن تأتي مثل هذه الأوامر. مرت المملكة السعودية بعدة أزمات منذ حرب الخليج، عندما أصيبت منطقة الخليج بدخول صدام حسين إلى العراق، والمملكة تعاني الحقيقة اقتصاديا جراء ما يحدث من الدول القريبة منها. واستطاعت المملكة بقيادة الملك فهد رحمه الله في ذلك الوقت أن تقود الاقتصاد على مستوى العالم وليس على المستوى الداخلي، وأن تتحمل كثير من المعطيات، ومع ذلك على الحفاظ على المعيشة وعلى المرتبات وغيرها، وحتى أيضا على البنزين وغيرها. بعدها انتقلت مراحل عديدة، الحروب انتقلت إلى المجاورة إلى منطقة الخليج جراء تدخل السافر الإيراني في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق. ومع ذلك المملكة استطاعت بقيادة الملك سلمان واحترافية الأمير محمد بحكم عراب الرؤية الاقتصادية، استطاعوا الحقيقة أن يحافظوا على التوازن الاقتصادي داخل المملكة وخارج المملكة. ومع ذلك المملكة لا زالت مسيطرة على قيادة العالم في إدارته الاقتصادية، سواء على مستوى البترول أو أيضا على مستوى المدخرات الأخرى. القرارات الملكية البارح الحقيقة كانت ضغط نفسي عندما أشيع أو أذيع أن هناك قرارات ملكية، لأنهم يدركون أن الملك سلمان عندما يتحدث فهو يتحدث بمنطق العقلاني، وعندما يأمر فهو يأمر من أجل الشعب السعودي. فكانت الحقيقة هناك يعني حس يعني حتى في المقاهي والمطاعم ينتظرون هذه الأوامر، بل أنها كانت متأخرة لدينا وكانت هناك البهجة، بل أكثرهم لم ينم إلا فجر وأنا واحدا منهم، لأن الحقيقة هذه الأوامر جاءت إحساس الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان حفظه الله في أن الشعب السعودي يحتاج إلى هذه الأزمة التي غيرت الرؤية الاقتصادية داخل البلد. ومن هذا المنطلق هناك سياسة اقتصادية تضمن للأجيال القادمة إلى 20 سنة قادمة، تضمن لهم مدخرات غير البترول الذي مع الأسف شديد اعتمدت عليه المملكة منذ التأسيس. اليوم المملكة لديها قدرة اقتصادية قادمة، ستستغني عن يعني عن البترول بنسبة 50% تقريبا، توطين الأسلحة، أيضا توطين الصناعات داخل المملكة، حراك اقتصادي ضخم جدا قاده الأمير محمد بن سلمان. ولذلك القرارات كانت البارح بالنسبة للسعوديين لتخفيف أعباء المعيشة عندما رفعت بعض الأسعار سواء كان في البترول
الكحول وغيرها أو الضريبة المشاعة الآن وهي أقل ضريبة في على مستوى العالم وهي 5%، وإن كانت تؤثر أو يتأثر بها بعض الفئات أو الشرائح المجتمع الوسط يتأثرون بهذه الضريبة على اعتبار أنها جديدة. اليوم الحقيقي يجب أن نغير السلوك الاقتصادي داخل البيوت، داخل المجتمعات، داخل أيضا القبائل والأسر. يجب أن هناك تغير السلوك الغذائي والسلوك أيضا في التعاطي مع مثل هذه الأزمات. نعم، خلينا ندخل إلى جملة الأمر الملكي وتفاصيله. يمكن تحدثنا مع ضيف علي المزيد قبل قليل عن صرف العلاوة السنوية، وخلينا نتحدث عن بدل غلاء المعيشة اللي صرف للموظفين المدينة العسكريين 1000 ريال. نعم. في مقاومة هذا الغلاء، كيف قراءتك لهذا البدل؟ أولا غلاء بدل المعيشة، طبعا أنت تعرف دول الخليج المجاورة لديها ضرائب أكبر مما يتصوره الإنسان، ولذلك حتى علبة الموية في بعض دول الخليج تجدها ب10 ريال وهي صغيرة، بينما في المملكة السعودية بريال واحد. غلاء المعيشة طبعا لا شك أن الألفية هذه بالنسبة للشرائح المجتمع خاصة من الوسط وتحت، حتى الوسط وما فوق، تخدمهم يعني في مثل هذه المحنة وفي مثل هذه الظروف، وهي لمدة عام تقريبا حتى يتم دراسة بعض القرارات. يعني ميزة المملكة السعودية وميزة الحكم الآن الذي يقود الملك سلمان والأمير محمد أنه يدرسون حتى القرارات الملكية، يدرسون تأثيرها، إيجابياتها، سلبياتها. يعني ليس هناك قرآن مشرع عندما يريدون أن يصدروا قرار ملكي فأنه قرار منتهي يعني التنفيذ. بالعكس، عود الملك سلمان أن بعض القرارات يتم التراجع فيها إذا رأت اللجان الاقتصادية أن هناك تراجع أو هناك ربما يكون هناك تعديل. ال1000 ريال الحقيقة تحقق أهداف كثيرة طبعا في 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 تحمل 5% على اعتبار أن كل مشتريات 100 ريال يتحمل المواطن 5 ريال. اليوم الدولة ساهمت في هذه الضريبة، تعطي المواطن 1000 ريال لعله فعلا أن يكون هناك سلوك في التوازن في الشراء، في 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 المأكل، في المشرب، في إيجاد بدائل عن الشراء. بدلا ما أشتري مثلا كأس ب10 ريال ممكن أجد بديل ب5 ريال وهو يؤدي الغرض ونفس الغرض. هناك بدائل وهناك سلوك، ثقافة الشراء يجب أن تتغير. وأتمنى أن أخواتي الزوجات وغيرهم يغيرون ثقافة الشراء، لأن الرجل فعلا مناط به تنفيذ يعني متطلبات الأسرة وفق سلوكيات ومعطيات من أجل إسعاد عائلته، وهذا شيء طبيعي. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يتم تثقيف الشعب السعودي من خلال هذه الرؤية. طيب، الأمر الثاني اللي هو أيضا شمل فئة المتقاعدين والضمان الاجتماعي، وكان هناك مخصص بدل غلاء معيشة 500 ريال، كيف؟ طبعا المتقاعد، طبعا المملكة لم تنسى المتقاعد. خادم الحرمين الشريفين يعرف أن هؤلاء خدموا البلد، خدموها 40 سنة، 35 سنة، 30 سنة، وتم التقاعد سواء كان عسكري أو مدني. ولذلك المتقاعد يصرف أيضا على بيوت وعلى أسر، ربما تكون حتى أيضا على بعض يعني الطلاب والطالبات، بحكم أن هناك من يتقاعد حتى مبكرا، ولذلك يعني أعطي هذه النسبة أو هذه المكافأة 500 ريال شهريا من أجل التخفيف عليه نوعا ما في بعض المستلزمات التي يحتاجها المنزل. أيضا شمل هذا المتقاعدين، شمل أيضا فئات آخرين منهم العسكريين، حتى المتقاعد العسكري يشمل هذه التكريم أو هذا القرار. كل هذه الحقيقة يعني معطيات يعني تشمل جميع فئات المجتمع، صغيرهم وكبيرهم، مدني أو عسكري. نعم. من الفئات اللي أنت يعني فرحان كثير، أنا أتوقع الطلاب والطالبات. نعم. وأنت قريب من جامعة الإمام وقريب من الطلاب والطالبات، كيف تشوف أثر هذا الأمر عليهم؟ طبعا اليوم الحقيقة أبدأ معالي مدير جامعة الإمام الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبو الخير عضو هيئة كبار العلماء ومدير الجامعة، أبدأ مشاعره تجاه الطلاب والطالبات، وهو طبعا وهي منظومة، جزء من منظومة الجامعات في المملكة. أنا أعتقد أنه 10% بالنسبة للطالب ربما تحقق له كثير من، أو على الأقل يعني تخفف عن بعض الأشياء التي يحتاجها ومستلزمات الشهرية. وإن كان بعض الطلاب لا يعتمد على المكافأة وبعضهم يعتمد عليها بحكم أنه قد يكون متغرب في الرياض أو في مناطق أخرى. أنا أعتقد أنه التفات للطلاب والطالبات هذا أمر مهم جدا، وهو لا يمسها خادم الحرمين الشريفين على اعتبار أن هؤلاء أبناء، ولم نستغرب أن تكون هذه القرارات من ضمنها الطلاب والطالبات. وأتوقع إن شاء الله تعالى أن يحظى الطلاب والطالبات بأكثر من ذلك، لأن الملك سلمان حتى إذا سافر خارج المملكة في السفارات يلتقى بالطلاب المتعثين دائما. صحيح. يصدر قرارات ملكية كريمة بتحمل الأمور المالية لدى الطلاب المتعثين. نعم، التعليم الخاص والصحة أيضا الدولة تتحمل. صحيح. الضريبة فيها كيف تعلق؟ هذان همان كبيران يعنى به المملكة، سواء كان المدارس الخاصة التي فيها كثير من الطلاب والطالبات في القطاع الخاص، وهي طبعا تخفف عن القطاع
القاعات الحكومية أو المدارس الحكومية. الطلاب والطالبات الحقيقة يدرسون بكثافة عالية في المدارس الخاصة لعدة اعتبارات، طبعا اعتبارات إما تكون اعتبارات مهنية أو أكاديمية أو ربما أيضا قربها من المنزل أو بعدها أو الخدمات التي يقوم بها النقل الخاص. أيضا الدولة لم تنسى هذا العطاء، فقالت إحنا نتحمل 5% من اشتراكات أولياء الأمور للطلاب والطالبات. كذلك أيضا لم تنسى أيضا قطاع الطب الخاص عندما يلجأ كثير من الموظفين أو من المواطنين إلى المستشفيات الخاصة المنتشرة داخل الأحياء وخارج الأحياء، المملكة تتحمل كافة الخدمات لديهم، وخاصة أن 5% في القطاع الطبي يعتبر عالي التكلفة على اعتبار أن الكشوفات الطبية قد تصل أحيانا إلى 1000-1500 ريال في الزيارة الواحدة. ومن هذا المنطلق قد يكون هناك عبء ثقيل على المواطنين عندما يزورون المستشفيات الخاصة. أنا طبعا يعني شمولية هذه القرارات أعتقد أنها جدا رائعة وجاءت في الوقت المناسب وحساسية عالية. استطاع خادم الحرمين الشريفين بذكائه ودهاء الأمير محمد بن سلمان أن يعني أن يصدر هذه القرارات الليلة البارحة في وقت حساس وفي وقتها المناسب. نعم. في يعني واحد من الفقرات ربما يعني ما شمل الحديث كثير ولكنه يستحق أنه نلقي عليه الضوء، وهو فيما يخص الإسكان والسكن. صحيح. وتحمل الضريبة على السكن الأول للمواطن. صحيح، لأنه طبعا في غالبية الشباب الآن والأجيال والمدرسات والمعلمين في الغالب يحاولون قدر ما يستطيع أن يأخذوا السكن الملموم، وهو طبعا شقق أو ربما تكون فلل صغيرة قد تصل أحيانا إلى 800-850-900 ألف ريال في بعض المناطق، وبعض المناطق قد تكون أقل بحكم عدم أو بعدها عن المدن الآهلة بالسكان كالرياض وجدة والدمام وغيرها. تحمل الدولة 5% يعني ذلك أن تتحمل حوالي تقريبا 40-45 ألف ريال في مبلغ الشراء لهذا السكن. هذا أيضا مشجع وعامل محفز للشباب، وأنا واحد منهم، محفز أننا نشتري أو نحاول أن نحصل على مثل هذه المساكن حتى وإن زادت مبلغ 50 أو كذا، ربما صاحب المنزل يعني يستطيع أن يتفاهم مع المشتري حتى يصل إلى نسبة 850 ألف، من أجل أن الدولة تتفضل وتتكرم بتحمل هذه النسبة وهي 5% وهي كثيرة بالنسبة للمشتري. كل هذه الحقيقة درست بعناية ودرست أيضا يعني بهدوء وبفحاصة كاملة من أجل التخفيف على كافة شرائح المجتمع. نعم، الفقرة التالية أنا تعمدت أجلها للأخير ليس لقلة أهميتها وإنما لشدة أهميتها، وإنها تحتاج مساحة يعني أكبر من الحديث، ألا وهي مكافأة الجنود في الصف الأول الأمامي في الحد الجنوبي. والله يعني كلمة حق، الجنود والله لو أعطيناهم نصف رواتبنا كشعب لأن فيهم حقهم حقيقة، ولكن هذا مصيرهم أنهم يدافعون عن 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 المقدسات الإسلامية، وهذا شرف كبير لهم، يدافعون عن حياض الوطن، يدافعون عن شعب وقيادة هذه البلد وعلمائهم. أنا أعتقد أن هذه المكافأة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينساهم خادم الحرمين الشريفين في كل أوامر سابقة، سواء كانت في العياد أو ربما مرتب شهرين أو كذا، لا ينسى العسكريين بأي حال من الأحوال في أي قطاع عسكري يدود عن الوطن، سواء كان قطاع وزارة الدفاع أو الداخلية أو الحرس الوطني أو غيره من القطاعات الأخرى، كلها الحقيقة كلهم يستحقون هذه المكافأة. ويشهد الله أنه القريبين من داخلي أكثر ما أفهجهم وأفرحهم أن هؤلاء العسكريين يستحقون مثل هذه المكافأة أو مثل هذا الراتب الشهري الذي منح من خادم الحرمين الشريفين. أنا أعتقد أنه ليس بقليل عليهم وأيضا ليس بكثير على خادم الحرمين الشريفين أن يضع هؤلاء في مقدمة المكرمين. نعم. أستاذ أحمد، يعني في نقطة خلينا نتكلم فيها لأنها خلاص يعني صارت واضحة، مع كل أمر ملكي يأتي تنشط كثير من الحسابات في مواقع التواصل المعادية واللي تحاول دائما أنها تزرع كثير من التشكيك والبلبلة، هذولا كيف ممكن نرد عليهم؟ أولا لو لاحظت أنت منذ دخول السنة الميلادية الجديدة وحاول المشوشون داخل وخارج المملكة بضرب القيادة مع الشعب السعودي، وأن هذا الغلاء هو بمثابة كسر ذراع للشعب السعودي. هم الحقيقة ليس لديهم دراسة نفسية للشعب السعودي، وليس لديهم الكاريزما التي يعرفها عن الشعب السعودي، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حتى لو يعيش فقير أو يعيش حتى على الخبز والماء أنه ينقلب ضد حكومة أو شيء من هذا القبيل. أخطأوا التقدير، ولكنها كانت بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة السعودية خيرة ليثبتوا للعالم أن الشعب السعودي لا يمكن بأي حال من الأحوال يستسلم لمثل هذه الأمور.
لكن الشعب السعودي استطاع أن يوصل وجهة نظره، يوصل متطلباته عن طريق أسس رسمية، عن طريق شفافية عالية، أثبتت أن يكون جبهة داخلية. نعم صحيح. ومع ذلك غالبية التغريدات التي حصل في هاشتاج أنها ضد هذا التحريض، ونحن مع المملكة، ولذلك الملك بادر بتكريم هؤلاء وإغلاق الباب على الأعداء من أجل إغلاق بالضبط. هذه بالضبط. وإحنا نتكلم على موضوع التويتر ومواقع التواصل، أستأذنك أنه نشوف معنا تغريدة لمعالي المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، غرد فيها اليوم على الهاشتاج الراتب ما يكفي الحاجة، وإنهم قاموا بتحليل 1,000,000 تغريدة في هذا الهاشتاج ووجدوا فيها يعني هذه النسب. تخيلوا أن 20% من هذه التغريدات في هذا الهاشتاج كانت من لبنان، و10% أو 18% كانت من قطر، و9% من العراق، و13% من تركيا، و8% من دول أخرى، و32% من السعودية. هذه حصيلة 1,000,000 تغريدة فقط موجودة في هذا الهاشتاج. شوفوا الرسالة اللي نبغى نوجهها، احنا ما نقول انه لا حد ينتقد، لا حد يبدي وجهة نظر، ولا حد، لا نهائيا، الابواب دائما مفتوحة، والملك سلمان قال انه الابواب مفتوحة للجميع ويرحب باي نقد، وهذا ديدن القيادة والوطن من زمان. ولكن ايضا احنا ما احنا مغفلين، ولازم نفكر بعمق. اذا 1,000,000 تغريدة حللت و60% من هذه 1,000,000 صادرة من لبنان وقطر والعراق وتركيا، 60%، معقول هذا الامر يمكن ان نمرره من غير ما نتساءل، من غير ما نوقف، من غير ما نشك، من غير ما نضع علامة استفهام كبيرة انه ليش 60% من 1,000,000 تغريدة تكون بهذا الشكل؟ احنا نرجع ونقول، ما نقول لكل واحد انه لا ينتقد، 32% اللي كتبوا تغريداتهم من السعودية، لكل واحد حق انه يبدي وجهة نظره، ونحن نراهن على محبة كل السعوديين الاصيلين لوطنهم، ولكن احنا بس نحذر من انه يستخدم تويتر أو أي موقع تواصل اجتماعي لتمرير السم في العسل ومحاولة إحداث أي تفرقة. نحن أقوياء لأننا نحب هذا الوطن ونحب قيادته، ولأننا جبهة داخلية واحدة، يجب ألا نسمح لأحد كان من كان أنه يفرق بيننا، لا في تويتر ولا في غيره. أسمع تعليقك على هذه التغريدة. اولا امسي بالخير على معالي الاستاذ سعود القحطاني، وطبعا يتكلم منطق مسؤوليه ومنطق وطنيه عاليه جدا، ولذلك الحقيقه ايران ايضا لها دور في هذه التغريدات، لديها معرفات ومعرفات كثيره جدا تنشط من لبنان وتنشط من العراق وتنشط من بعض الدول المجاوره ومن قطر تحديدا. هناك الحقيقه من يدير هذه المعرفات هو طبعا عزمي بشاره المتواجد بتكريم عالي من قبل حكومه قطر مع الاسف الشديد، وهو الذي يقود هذه المعرفات، بالإضافة إلى قناتي الجزيرة وقناة أخرى أيضا تتبع إلى إيران. كل هذه المعرفات حاول تنشط في الاعتبار من أجل جذب هذه الشرائح من المجتمع السعودي، ولكن 32%، وأنا أحد المتابعين لهذا الهاشتاج، ليست كلها تنتقد، بالعكس كانت تنقل الصورة بأن الراتب لا يكفي، ولكن بشفافية عالية يعني الحفاظ على مكانة المملكة وحفاظ على القيادة، بأنه فعلا رغم الحقيقة الظروف الاقتصادية نحن مستعدون أن نتحمل، ولكن ثقة تامة أن هذه التغريدات التي صدرت من المملكة العربية السعودية ليست عدائية، بالعكس كانت في الغالب مجملها كانت عقلانية وتتحدث بعقل يعني بحصافة عالية. نعم. وإيش دخل أنه 60% من مجموع 1,000,000 تغريدة تكون طالعة من لبنان وقطر والعراق وتركيا في شأن داخلي سعودي لا علاقة لأحد به؟ أول تعرف هناك تيارين، تيار مع احترام وتقدير، تيار يتبع لحزب إيران الصفوي، وتيار يتبع إلى الإخوان الإرهابية، فيحاولون قدر ما يستطيعون أن يخلخلوا البلد ويثيروا البلبلة في المملكة السعودية. يجب أن أوصل رسالة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحرك مواطن المملكة ضد دولته مهما كانت الظروف، بل أن هناك كاريزما تربى عليها الابن من والديه، تربى عليه من دينه ومن أخلاقه ومن عرفه، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج مثل هذه القضايا. هيئة كبار العلماء إحدى الهيئات التي تتلمس حاجة المواطن، وهي أكبر همزة وصل بينها وبين القيادة، ولها مكانتها عند خادم حرب الشريفين وعند الشعب السعودي، أيضا مجلس الشورى له مكانته في الشعب السعودي وكذلك الحكومة. كل هذه الحقيقة معطيات ومؤشرات إلى أن المملكة تسير وفق أنظمة ووفق يعني دراسات معينة. أيضا هيئة الخبراء في مجلس الوزراء
لهم درايتهم. ايضا الاستاذ سعود القحطاني والحراك الاعلامي الذي يقيسون يعني بشفافيه عاليه حاجات المواطنين وينقلونها الى القياده الرشيده. بالمناسبه الامير محمد بن سلمان يتابع تويتر بثقافه عاليه وبوقت كبير جدا، يعرف من خلاله يعني حاجات ومتطلبات المواطن، ويحاول قدر ما يستطيع ان يحقق ان لم يحقق جميع يحاول يحقق على الاقل نسبه 50 70 80% من متطلبات المواطنين. الان الظروف الاقتصاديه في العالم تتطلب منا الصبر، تتطلب منا التحمل، تتطلب معنا الوقوف مع الدولة. لابد أن نتحمل. الظروف الاقتصادية في العالم مزعجة جدا، الرؤية الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة أيضا مخيفة جدا. إذا ما تداركنا هذا الوضع وتحملنا قليلا مع المملكة، والمملكة بإذن الله تتحمل معنا، الوطن يتحمل معنا، فإننا سندخل في 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 ظلمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا أتوقع، وإن كنت الحقيقة قد يقول بعض من لا يقبل كلامي هذا، ولكن هذا هو الواقع. يجب أن نؤمن بالواقع أن هناك أمور اقتصادية قد تحدث خلخلة على مستوى العالم. المملكة الحقيقة حاول الأمير محمد من خلال رؤية اقتصادية، حاول من خلال أيضا المجلس مجلس التنمية والاقتصاد والمجلس العسكري أن يدرس هذه المعطيات من أكثر من 3 سنوات، وهو يخطط ويرسم من أجل البقاء، أن تكون هذه البلد محركة للعالم، من أجل أن تكون المملكة السعودية قائدة للبلدان العالم في اقتصاديا. ولذلك شوفوا الآن الأمير محمد أحدث نقلات نوعية لم نراها منذ زمن. بالمناسبة المملكة الوحيدة على مستوى العالم التي تنظر لشعبها وتحقق له الرفاهية وتستجيب لمتطلباتهم، وكان آخر هذه اللطمة على الأعداء هي قرارات الليلة البارحة. صحيح. شكرا للملك سلمان وشكرا للأمير محمد. جميل جدا. وفي الصورة المعاكسة اللي ناخذها والقوية اللي ردت وعرضناها معنا في تقرير آراء وانطباعات الشارع السعودي في تويتر بمختلف فئاته أمس للأوامر الملكية، كانت كلها تماسك وحب ومحبة. صحيح. لهذا الملك. والله إحنا لا نحتاج إلى أن إحنا نستسيق يعني مشاعر المواطنين، بالعكس المواطن يعرف من هو الملك سلمان. الملك سلمان عودنا في كل مساء أن يعطينا قرارات تهز مشاعرنا. صحيح. ولذلك احنا نفرح معها دائما. كانت التغريدات قبل القرار كلها تفاؤل، لم نجد منها اي تفاؤل، بالعكس لم نجد منها اي انعكاسيه على التفاؤل، بل كانت متفائلين. وكانت والله ويشهد الله انه فعلا في تفاؤل كبير ان الملك سلمان سيحقق او على الاقل سيخفف بنسبه كبيره على هذه الرؤيه الاقتصاديه التي هزت العالم. المملكه واحده من منظومه العالم، لا يمكن ان تخرج بمعنى عن العالم، ولكنها تحاول ان تحقق التوازن الاقتصادي ما بين العالم وما بين داخل المملكه. انا اعتقد المملكه لديها من الذكاء ومن الاسلوب الذي يجعل أن يكون الوطن آمن بحول الله تعالى. جميل. مع وزير العمل كان معنا في اتصال هاتفي بداية هذه الحلقة، وشكر من خلاله مؤسسات القطاع الخاص اللي بادرت لنفس القرار الملكي وصرفت بدل غلاء المعيشة لموظفيها. وأيضا الأستاذ علي المزي الضيفي وجه نداء وقال أجزم أن القطاع الخاص سيتحرك في هذا الاتجاه. إيش كلمتك في الخصوص القطاع الخاص؟ اولا معالي الوزير ابو فهد يعني يعتبر ثوره اقتصاديه لوزاره العمل، وهو طبعا من الشخصيات المجدده في القطاع الخاص. اعتقد ان القطاع الخاص انا لاحظته حتى من البارح في البدايه بادر، بعض الشركات بادرت 500 ريال شهريا وبعضهم بادر ب 1000، وانما الحقيقه كل من يبادر فهذا تلاحم وطني، وانه فعلا يحب المواطن السعودي ويقف معه اينما كان. شكرا ايضا للقطاع الخاص الذي ساهم، وانا متاكد ستكون مبادرات قادمه الليله وغدا وبعد غد لجميع المواطنين السعوديين. بالمناسبة هناك قطاعات حكومية لديها عقود مع مواطنين ومواطنات سعوديات، خاصة في القطاع الإعلامي كوزارة الثقافة والإعلام وغيرها والجامعات بشكل عام لديهم عقود حكومية. أتمنى الحقيقة أن يحظى هؤلاء في تلك العقود، خاصة من المواطنين والمواطنات، بمثل هذا التقدير الذي حظي به المملكة السعودية من خادم الحرمين الشريفين وكذلك أيضا من القطاع الخاص. طيب اليوم بعد صدور هذه الأوامر بداية تنفيذها، كيف نقرأ المستقبل القريب، خلينا نتكلم عن القريب القادم للوضع الاجتماعي والاقتصادي السعودي؟ شوف المملكة استطاعت يعني خادم الحرمين الشريفين برأي من الأمير محمد بن سلمان عندما رفعت القرارات أمس، هو أراد بهذا أولا أن يستوعب الشعب السعودي لسلوكيات التغيير الاقتصادي داخل المملكة وداخل منازلهم وداخل أيضا التعاملات اليومية، فأراد الحقيقة أن يخفف عليهم مدة عام. والمملكة أيضا والسياسة الاقتصادية ستدرس خلال العام هذا ما هي التأثيرات والسلبيات سواء كان على الشعب في المملكة السعودية أو أيضا على ميزانية الدولة في العام القادم. هذه الحقيقة يدل على أن هناك ذكاء اقتصادي ضخم جدا يدور حول فكر الأمير محمد بن سلمان، بحيث أنه يحافظ على التوازن والمحبة لشعب المملكة السعودية، ويحافظ أيضا على
ادخار للميزانية القادمة والميزانيات العشر القادمة من أجل أن يأتي الأجيال القادمة ويجدوا لديهم فسحة كبيرة في المدخر الشهري. أنا أتوقع أنه خلال الأيام القادمة وخاصة أن نحن مقبلون على كثير من المناسبات منها رمضان المبارك وطبعا رمضان شهر الخير والبركة، سيكون هناك أيضا يعني تعديل في السلوك خلال هذه الفترة في الكهرباء، في الماء، في الاتصالات الهاتفية، في المشاور اليومية، في كل ما يتعلق بحاجة المواطن. كذلك أيضا حتى الشراء الخاص لابد هناك بدائل بين شركة وشركة وموديل وموديل آخر. أنا أتصور بإذن الله تعالى أن يكون هناك يعني طبعا لا شك أن الإحساس وضح البارح من الشعب السعودي، بقي على جمهور يعني أو الشعب السعودي وأنا واحد منهم أن يغيروا في السلوكيات وفي المفاهيم قدر ما يستطيعون حتى يتعودوا في المستقبل. لا سمح الله جاءت أزمات دولية على مستوى العالم، انخفض البترول إلى أقل مستوى، أو صارت هناك لا سمح الله حروب الآن أمريكا، الآن كوريا الشمالية، الآن أمريكا كذا، في يعني نوع من الاختلافات. أيضا الأمم المتحدة لديها مشاكل خاصة بسوريا باليمن وغيرها، كل هذه تحتاج منا إلى صبر وإلى تعويد الجيل القادم على التريث وعلى تحمل هذه المسؤولية. جميل. طيب اجتماعيا الآن أستاذ أحمد، عندنا ضريبة القيمة المضافة، ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين، في المقابل هناك صرف العلاوة السنوية، هناك بدل غلاء المعيشة، وهناك حساب المواطن. كيف يستطيع المواطن اليوم أنه يوازن ثقافة الاستهلاكية بين كل هذه المتغيرات؟ شوف خلينا نكون واقع، الضريبة يعني ليس لها تأثير 5%، ليس حقيقة، ليس يعني لو أنت اشتريت 1500 ريال من أحد الأسواق السوبر ماركت مثلا، فالضريبة سهل جدا لا تتجاوز 70 ريال أو 75 ريال تقريبا، فليست بتلك كثير، لكن ربما يكون بس يعني أقل، إذا 500 ريال 25 ريال. نعم، ولذلك الآن بس هي المشكلة الوحيدة اللي قد ربما يكون يعني تخوف منها الناس اللي هي عملية البنزين الأخضر والأحمر أو 91 و95، هي الزيادة شوي نوعا ما، وهي طبعا متطلب اقتصادي وفق ما تحدث به وزير الطاقة وكما تحدث به أيضا بعض الوزراء وزير المالية وغيره. أنا أعتقد أن هذه ربما أنا تخميني أن هذه عملية مؤقتة، ربما لدراسة وتوجيس هذا الحس الاقتصادي عند الخبراء في المملكة السعودية وخاصة التي يقودهم الأمير محمد بن سلمان. ربما هناك يكون تغيرات أخرى، ربما يكون هناك بدائل، ربما يكون هناك أيضا تعديل بعض القرارات. يجب أن نكون مؤمنين وواثقين ولدينا تفاؤل بالقيادة في المملكة السعودية. الملك سلمان الآن يحافظ على علاقاته بالدول التي تحتاج إلى دعم سواء عربيا أو إسلاميا. المملكة لا يمكن أن تتخلى عن الشعوب العربية والإسلامية. المملكة مثل ما يعني مثل ما أعطت شعوبها تعطي الآخرين، وهي الدولة الوحيدة الملتزمة دعما في كثير من الأمم المتحدة في قضاياها وفي غيرها وفي أيضا الدول الإسلامية. طيب جميل، يعني الوقت يسرقنا حقيقة سريع، بس أنا أبغى ألحق فيه وأطلب منك رسائل أخيرة، خليني أسميها تغريدات صوتية، يعني دائما أسميها كذا للضيوف. الرسالة الأولى توجهها للقيادة السعودية. نعم طبعا، الملك سلمان ولي العهد. الملك سلمان ليس بغريب عن الشعب السعودي، كان 50 أو 55 سنة أميرا للرياض، وهو يدرك يعني الكاريزما للشعب السعودي، وهو من الناس الذي يفتح دائما مكتبه وبيته واستقباله، كل يوم اثنين لديه عشاء في المنزل، استقبال يومي في الأمارة كانت أول في الساعة 8 صباحا حولها إلى 1 الظهر، كان يستقبل يوميا شرائح المجتمع والمواطنين. ولذلك ليس بغريبا أن أوجه الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وهو طبعا يدرك تماما ما نقوله تماما. ثق يا خادم الحرمين الشريفين أن شعبك معك أينما كنت، معك في السراء والضراء، لا يمكن أن يتغير. وكذلك الأمير محمد بن سلمان عندما تنظر إلى كاريزما الذي ينزل للمسارح وينزل إلى منصات الاحتفالات لدى الجمهور ويعانقهم يعني ويصافحهم، أنا أعتقد أن هذه ليس هناك حاجز، وإن كان بعض استغلها عكسية، لكن بالعكس هذه ثقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم. إلى الإعلام المعادي اللي يحاول يستغل كل هذه الأمور ويشكك فيها، والله كلمة واحدة، لا يضير الذهب كثرة الحديد، يعني مهما عملتم لن يتغير الأمر. إلى الرسالة الأخيرة إلى الشعب السعودي، إيش تقول؟ تحية لهم، شعب يقف مع في هذه الأزمات، ما نقول لهم إلا ألف شكر. المستشار الإعلامي الأستاذ أحمد الركبان، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هلا ولكل هذه الإضاءات، شكرا لك. إذا يعني كان كل هذا الحديث، أنا أشكر كل الضيوف اللي يعني أثروا هذه الفقرة، أشكر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أشكر ضيفي الكاتب علي المزيد، وأشكر الأستاذ أحمد الركبان، الشكر لكل من تابع هذه الفقرة. نعيد الحديث ونؤكد على أن
الجبهة الداخلية السعودية هي جبهة واحدة لن يستطيع تمزيقها أحد مهما حاول. بعد الفاصل مكملين معكم في أهلا.